وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن دورة تعليم برنامج باوربوينت. في هذه المحاضرة راح نبدأ أولى المحاضرات العملية على برنامج باوربوينت. طبعا في البداية نحب ننوه أنه راح نستخدم في هذه الدورة نسخة 2016، نسخة أوفيس 2016. طبعا لو كان عندي نسخة 2010 أو 13 أو 16 أو 19 ما أعتقد أنه أكو مشكلة، لأن النسخ متقاربة نوعا ما، خصوصا برنامج باوربوينت الإضافات المحدثة قليلة. طبعا أنا أنصح الابتعاد عن نسخة 2007 لأن أصبحت قديمة ومهملة من شركة مايكروسوفت، وأصبحت أيضا مجانية، وحتى الشركة أهملت التحديثات والدعم لهذه النسخة. فالأفضل أنه نستخدم 2010 فما فوق، وطبعا شيء يعني جميل أنه نحدث الإصدار وليكن مثلا 2016 أو 2019، ولكن يعني حسب مواصفات الحاسوب، إذا كانت مواصفاتها جيدة لا بأس أنه نستخدم نسخة 2016، ممتازة جدا. طيب في البداية حتى نفتح عرض باوربوينت جديد توجد عدة طرق. من ضمن هذه الطرق راح نضغط كليك أيمن ومن ثم نيو، ومن ثم راح نختار مايكروسوفت باوربوينت. طيب نسمي هذا العرض، مثلا أنا راح أسميه المحاضرة الأولى. ممتاز. بعد ما أنشأنا العرض نفتح الملف بهذه الطريقة. طيب راح يطلب من عندنا البرنامج ننقر حتى نضيف الشريحة الأولى. احنا هنا ننقر راح تضاف الشريحة الأولى. ما هي الشريحة؟ الشريحة هي مساحة عمل لصفحة واحدة. ممكن طبعا نضيف مجموعة من الشرائح بداخل برنامج باوربوينت. إذا لاحظ عندنا هنا على اليمين إذا كان نسخة عربية، وعلى اليسار إذا كان نسخة إنجليزية. هنا عندنا صندوق الشرائح، مثل ما نلاحظ هنا عندنا شريحة واحدة. طيب ممكن نضيف شرائح أخرى طبعا بعدة طرق. أما الطريقة الأولى نضغط كليك أيمن على هذه الشريحة ونختار أما شريحة جديدة، أما نختار تكرار الشريحة. طيب نختار تكرار الشريحة راح يكرر لنا الشريحة، أو ممكن نضغط Ctrl C Ctrl V وهكذا. طيب مثل ما تلاحظون أصبحت عندنا هذه الشرائح. طبعا حتى نحذف الشرائح نحدد الشريحة ونضغط Delete من لوحة المفاتيح. طبعا هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية طبعا من الصفحة الرئيسية، عندنا هنا خانة خاصة بالشرائح، عندنا هنا شريحة جديدة، إذا أضغط عليها راح يضيف لي شريحة جديدة بشكل افتراضي، وعندي هنا تبويبات، عندي هنا سهم، إذا أجي أضغط على السهم راح ألاحظ أنه عندي مجموعة من القوالب. طبعا هذه القوالب راح نتكلم عليها إن شاء الله في المحاضرات القادمة، ولكن أنا أنصح دائما باستخدام القالب الفارغ. دائما عند إضافة شريحة نستخدم قالب فارغ، مثل ما نلاحظ شريحة ومن ثم نختار فارغ. طبعا لو كان الإصدار إنجليزي نفس الايقونات نفس الترتيب ما عدا التسميات، مكان ما عندي هنا شريحه ممكن عندي نيو سلايد، وهنا مكان ما عندي فارغ ممكن راح نلقى بلانك. ممتاز. بما ان تعلمنا كيفيه اضافه الشريحه، ممكن انه عندنا هذا القالب يحتوي على تكست اريا، هذا التكست اريا خاص للعناوين. طبعا انا انصح ايضا باهمال هذا التكست اريا وحذفه. طبعا حذف هذا التكست اريا من خلال ان نضغط بخارج منطقة التكست اريا وليكن بهذه المنطقة، وطبعا نبقى ضاغطين ونحدد الى ان نوصل الى النهاية، ونضغط ديليت من لوحة المفاتيح الى ان تم حذف التكست اريا. طيب ننتقل الان الى موضوع مهم جدا الا وهو قائمة ادراج. طبعا هذه قائمة ادراج تحتوي الكثير من الادوات، وفي رأيي اهم هذه الادوات هي الاشكال ومربع النص. طيب ما هو مربع النص؟ مربع النص هو عبارة عن كتلة. طبعا إذا أجي هنا على إدراج وأضغط على مربع النص، وطبعا راح يتحول الماوس إلى هيجي مثل أداة الزائد. أجي أضغط كليك وأبقى ضاغط وأرسم كتلة وأكتب مثلا دورة تعليم برنامج باوربوينت. طيب حتى تعامل مع هذا النص تماما كما هو في برنامج وورد أو بقية البرامج الأخرى، أحدد النص، وطبعا من الصفحة الرئيسية ممكن أضع بولد، ممكن أنه أخلي لون، ممكن أكبر حجم الخط. طبعا مثل ما تلاحظون هنا حجم الخط، وطبعا أيضا ممكن أستخدم
التوصيل. مثل ما تلاحظون هنا أنا أصبحت عندي دورة تعليم برنامج PowerPoint. طبعا هذا فيما يخص مربع النص. أما فيما يخص الأشكال طبعا أيضا أضغط إلى قائمة إدراج ومن ثم أذهب إلى الأشكال وأختار أحد هذه الأشكال. مثلا راح أختار هذا الشكل، طبعا ممكن نخليه بهذه المنطقة مثل ما تلاحظون هنا هذا الشكل. وبعد ما أني اختاريت الشكل راح تظهر عندي قائمة تسمى قائمة تنسيق. يعني إذا لاحظ أنه قائمة تنسيق مختفية، تظهر فقط لمن أضيف الأشكال وبقية الكائنات. مثلا راح أجي أضيف هذا الشكل، مباشرة راح تظهر عندي قائمة تنسيق. بالمناسبة أنه إذا أنا ما محدد الشكل أيضا ما راح تظهر عندي قائمة تنسيق، فلابد أنه أحدد الشكل حتى تظهر عندي قائمة تنسيق. أذهب إلى قائمة تنسيق، عندي هنا في هذه المنطقة تعبئة الشكل والمخطط التفصيلي للشكل. طبعا هنا عندي هذه المنطقة خاصة بالأشكال وهذه المنطقة خاصة بالنصوص. طبعا لو كانت النسخة إنجليزي ممكن هذا الجزء راح يكون باليسار وهذا الجزء راح يكون باليمين. لابد ننتبه أنه هنا عندنا أشكال وهنا عندنا نصوص. طيب نجي الآن إلى الخيار اللي هو تعبئة الشكل، وطبعا راح تظهر عندنا بعض الخيارات. هذه الخيارات اللي هي الالوان، وعندنا هنا طبعا القطاره والصوره والتدرج وماده. طبعا هذه القطاره يعني اضيفت حديثا في النسخ الحديثه، ممكن في نسخه 2010 غير متوفره. طيب طبعا نجي في ما يخص هنا تعبئه الشكل، ممكن نختار اللون هذا اللون الاصفر. اما فيما يخص المخطط التفصيلي فهو الجزء الخاص بالإطار. إذا لاحظ أنه هذا الشكل المخطط التفصيلي يحتوي على لون أزرق أو أسود، طبعا مثل ما تلاحظون هنا اللون الأزرق. إذا نجي هنا في هذا الخيار نضغط على المخطط التفصيلي للشكل، طبعا ممكن نضيف اللون الأحمر. طيب عندنا من هذا الخيار، فإذا نقدر نغير التعبئة اللي هو الشكل الداخلي لون الشكل الداخلي، ومن المخطط التفصيلي اللي هو لون الإطار. ممتاز. طيب عندنا هنا بالمخطط التفصيلي عندنا هنا الوزن. الوزن المقصود به سمك الإطار. طبعا ممكن نختار سمك معين مثل ما تلاحظون هذا هو سمك الإطار. أما شرط عندنا هذا الخيار اللي هو شرط اللي هو نوع الإطار. طبعا هنا ممكن إطار مستمر منقط وهكذا، فمن خلال شرط نقدر نختار نوع الإطار، ومن خلال الوزن نقدر نختار سمك الإطار، وطبعا من المخطط التفصيلي نقدر نغير اللون اللي احنا نريده. هذا فيما يخص الأشكال. طيب ناخذ الجزء الأخير في هذه المحاضرة ألا وهو الصور. طيب حتى نضيف صورة نروح أيضا إلى قائمة إدراج، وعندنا هنا هذا الخيار اللي هو الصور. نضغط على الصور أو صورة، طبعا راح تظهر لنا هذه النافذة. نختار مثلا هذا الجزء او هذه الصورة، راح تضاف الصورة بشكل مباشر الى البرنامج. طبعا ممكن نصغر الصورة من خلال المقابض الخاصة بالصورة. طبعا نجي نصغر الصورة مثل ما تلاحظون راح تضاف الصورة بهذه المنطقة، ممكن ان تكون بهذا الشكل. ايضا طبعا ممكن نختار صورة اخرى، ممكن نختار هذا الشكل بهذه المنطقة. ممتاز. خلاصة هذه المحاضرة هي كيفية إضافة شريحة جديدة وكيفية إدراج مربع نص بداخل الشريحة، مثلا هذا النص، كذلك كيفية التنسيق والتعامل مع النصوص، أيضا كيفية إدراج أشكال وطريقة تنسيق الأشكال وإضافة الإطار أو الأطر إلى الأشكال، وأيضا كيفية اختيار سمك ونوع الإطار. أيضا أخيرا كيفية إضافة صورة من خلال إدراج ومن ثم الصور، وطبعا ممكن نصغر الصورة من خلال الضغط على المقابض. واجب هذه المحاضرة هو عمل شريحة كالشريحة التالية. طبعا عندنا هنا دورة تعليم برنامج PowerPoint، وأيضا هنا عندنا هذا الشكل وصورتين ممكن نضيفهن بداخل الشريحة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.